السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة والتأبينية من برنامجنا قيم ومفاهيم، نستذكر فيها مآثر فقيدنا الراحل الفقيد الكويت صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رحمه الله. هذه المسيرة الحافلة وهذه السنوات الطويلة التي رسخ فيها العديد من القيم وأشاع وثبت فيها الكثير من المفاهيم الضرورية لنهضة الوطن وضمن من خلالها العيش الكريم للمواطن، وهذه المسيرة الطويلة التي تخللها الكثير والكثير ليقال ويتحدث عنه. من الجوانب المهمة مشاهدنا الكريم والتي لا تخطئها عين الناظر في مسيرة الشيخ صباح رحمه الله هي قضية الجانب الإنساني، حتى أصبح قائدا للإنسانية كما أطلقت عليه الأمم منظمة الأمم المتحدة. والجميل في هذه القضية مشاهدنا الكريم أن الشيخ صباح رحمه الله لمن لم يعرف هذا الشيء عنه بالخصوص اهتم بقضية الدعم الاجتماعي والإنساني وإغاثة المنكوبين منذ فترة مبكرة. يعني نحن نتحدث عن ترأسه رحمه الله عدد من المؤسسات الأهلية والخيرية فترة مبكرة من تاريخ الكويت. ففي سنة 1954 مشاهدنا الكريم كان رحمه الله هو الرئيس الفخري للجنة الشعبية لجمع التبرعات منذ تأسيسها، يعني في 54، وهي لجنة خيرية لمساعدة الفقراء والمنكوبين قام بتأسيسها عدد من تجار الكويت في ذلك الوقت. والجميل مشاهدنا الكريم أن هذا المجتمع الكريم الطيب المعطاء الذي عرف بالعطاء، المجتمع الكويتي الذي ترسخت في أبنائه حب المساعدة والإغاثة، وكان هذا الشيء قديم. يعني نحن نتحدث منذ مطلع يعني منذ بدايات تأسيس الكويت تقريبا كدولة في بدايات القرن العشرين حتى تنامى وأصبح فيه جانب تنظيمي دخل في سنة 1954 عبر تأسيس اللجنة للتبرعات، وكانت بتأسيس تجار الكويت. فقضية العطاء والبذل هذا شيء معروف عن أهل الكويت، حريصين على التصدق وحريصين على البذل، لذلك نشطت اللجان الخيرية وكثرت وتعددت لافتاتها في الكويت، وكل هذا كان يحظى بدعم مباشر من صاحب السمو بنفسه. لذلك النقلة الكبيرة التي عملها صاحب السمو هو أنه وحد هذه الجهود وساندها ودعمها وقام على حمايتها أيضا، لأنها واجهت تحديات ضخمة فيما يعرف بعد حادثة 11 سبتمبر، وواجه العمل الإغاثي العالمي حالة من التضييق والتدقيق، إلا أنه رحمه الله كان صاحب وقفة جادة وصريحة في الدفاع عن هذا العمل الخيري لأنه من مفاخر الكويت، ووقف أمام محاولات التشكيك والطعن في العمل الخيري، وهذا يستذكره أصحاب العمل الخيري نفسهم والقائمين على اللجان. وهذا سمعت أنا من بعضهم عندما تحدث عن حالة التضييق التي جاءت وكيف أن صاحب السمو أصدر أوامر مباشرة في تنظيم العمل الخيري وبما يكفل حمايته من التشكيك والطعن، وبالتالي قام بنقل أيضا، وهذه نقطة مشهودة جدا في حالة العمل الخيري الكويتي، قام بنقل العمل الخيري إلى مستويات أخرى عبر تنظيم عدد من المؤتمرات العالمية، وأصبحت الكويت محطة للعمل الإنساني، دائما ما تشهد مؤتمرات مانحة ودائما ما تشهد حملات للتبرع. وسنرى يعني فيما بعد إن شاء الله ونذكر بعض الحقائق الأساسية المتعلقة حتى أرقام المبالغ الضخمة التي قامت الكويت بتقديمها على شكل إعانات وإغاثات. وهذه الحالة مشاهدنا الكريم، الحالة الإنسانية ودعم الإنسان وإغاثة المنكوبين والملهوفين، هو خلق إسلامي أصيل، يعني وهو من مقاصد هذا الدين العظيم الذي جاء ليحترم الإنسان ويحترم حياته، ودائما ما كان ينادي بضرورة وجود المساعدة للآخرين والتصدق ومكانة الصدقة وأيضا البذل. هذا أيضا خلق راسخ في ثقافتنا الإسلامية، وجاءت الكثير من الأدبيات الإسلامية من آيات وأحاديث لتتحدث عن إطعام الجائع وإغاثة الملهوف والتصدق على الفقير والمسكين. كل هذا مشاهدنا الكريم من صميم تعاليم هذا الدين الإسلامي الحنيف، وهو ما كان يتجسد في الكويت عبر مسيرة اللجان الأهلية، وفي نفس الوقت كان يتماهى معها النظام الرسمي للدولة عبر شخصية الحاكم في هذا الوقت وهو كان الشيخ صباح الأحمد عبر دعم هذا العمل،
ورصد عدد من الميزانيات وتنظيم الإطار القانوني لهذا العمل والحفاظ عليه أكثر وأكثر. وصلنا مشاهدنا لفاصل وراجعين، كنوا معنا. حياكم الله مشاهدينا، رجعنا بعد الفاصل في قيم ومفاهيم، وفي هذه الحلقة الخاصة والتأبينية نستذكر فيها بعض مآثر فقيد الكويت الراحل مغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح. ونحن نتحدث عن شيء لطالما عرف به وأصبح لقبا يطلق عليه وهو قائد الإنسانية، فنتحدث عن هذا الجانب الإنساني الذي أولاه الاهتمام الكبير، وهو جانب حث عليه الدين الإسلامي العظيم عندما ذكر بأن في كل كبد رطبة أجر، وعندما تحدث في أدبيات كثيرة من الآيات والأحاديث التي جاءت لتحث على فعل الخير وبذله والحرص على مساعدة الآخرين والتصدق بالطعام وبسائر ما يحتاج الإنسان. لذلك أصبحت الكويت في عهد المغفور له الشيخ صباح الأحمد محطة للعمل الإنساني، حتى أدى هذا الأمر لاستحقاقه لقب قائد الإنسانية، وهو لقب أطلقته منظمة الأمم المتحدة. لذلك الجميل في هذا الموضوع مشاهدنا الكريم هو نقل العمل الخيري الكويتي إلى آفاق عالمية جديدة، فأصبح هو شأن الدولة بعد أن كان هو شأن المنظمات الأهلية التي تقوم بجهود مشكورة في هذا المجال ولا تزال، إلا أنه في نفس الوقت بالتماهي مع هذا الخط الأهلي الذي يقوم به أهل الكويت من حرصهم على التصدق وتنظيم حملات التبرع وتقديم الإغاثات للفقراء والمعوزين وأصحاب الكوارث من حولنا، إلا أن هذا في نفس الوقت في عهد الشيخ صباح رحمه الله أصبح هذا هما لهذه الدولة أيضا، فلمؤسساتها الرسمية، فأصبح هناك تنظيم لعدد من المؤتمرات الدولية فيما يتعلق بإقامة مؤتمرات دولية مانحة تجمع فيها الكمية الكبيرة من التبرعات والإغاثات لبعض المجتمعات التي تضررت من الحروب وغيرها. فساهم رحمه الله منذ تولي مقاليد الحكم بمبادرات إنسانية عالمية لمساعدة الدول المنكوبة من خلال يعني إقامة بعض المؤتمرات المانحة، فيتم جمع بعض التبرعات من الدول والحكومات والمنظمات المانحة لإعطائها لمثل هذه الدول، فأصبحت الكويت محطة لمثل هذه الأمور الإنسانية، وأصبحت منطلق لمثل هذه الأعمال الكبيرة، وأصبح هناك يعني عدد من يعني المؤتمرات الكثيرة التي حدثت. من هذه المؤتمرات مشاهدنا الكريم مؤتمر مانحين لشرق السودان وهو في الكويت وعقد عام 2010، شهد مشاركة 42 دولة قامت بتعهدات ومالية ومساهمات بقيمة 3.5 مليارات، وحضرته 30 منظمة إقليمية ودولية و78 مجتمع مدني و84 شركة، وساهمت فيه الكويت بمبلغ 500 مليون دينار. أيضا كان هناك مؤتمر المانحين الأول لدعم الشعب السوري الشقيق في عام 2013، وشاركت فيه 59 دولة وقدمت فيه تعهدات بقيمة 1.5 مليار دولار، وقدمت الكويت من خلاله 300 مليون دينار أو دولار. وحضر المؤتمر 13 منظمة دولية إنسانية تعهدت فيه ب 194 مليون دينار. أيضا كان هناك مؤتمر مانحين ثاني لدعم الشعب السوري في الكويت عام 2014، وشاركت فيه تقريبا 69 دولة و24 منظمة إنسانية، وبلغت تعهدات
الدول فيه 6 مليارات دولار، وقدمت الكويت فيه أيضا 500 مليون دينار. أيضا كان هناك مؤتمر للمانحين عقدته الكويت لإعادة إعمار غزة، أو شاركت الكويت في تنظيمه بالقاهرة عام 2014، وشارك في هذا المؤتمر 50 دولة تعهدت بتقديم 5 مليارات لمساعدة غزة بعد العدوان الصهيوني عليها، وقدمت الكويت فيها مبلغ 200 مليون دينار وجهتها لإعادة إعمار القطاع السكني في غزة، وهو قطاع تضرر كثيرا وبشدة تحت ضربات العدوان الإسرائيلي، وأيضا ساهمت بإقامة عدد من المشاريع الصناعية والتنموية. أيضا مؤتمر المانحين الثالث لدعم الشعب السوري في الكويت، يعني 3 مؤتمرات كانت مخصصة لدعم وإغاثة الشعب السوري الشقيق في عام 2015، وشاركت في 79 دولة و40 منظمة إنسانية. أيضا مؤتمر رابع لدعم الشعب السوري، وأيضا يعني مؤتمر دولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات الكيان الصهيوني لاتفاقيات حقوق الطفل في الكويت عام 2017. وأيضا قامت الكويت بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق عام 2018، شارك فيه 76 دولة وتعهدت فيه هذه الدول بتقديم 30 مليار دولار. فنحن أمام حالة من العمل المستمر والدؤوب وتلمس احتياجات أشقائنا العرب وأيضا المسلمين عبر هذه الحملات الإغاثية التي كانت تنطلق من الكويت، وبعض هذه الحملات كان ينقلها حتى التلفزيون الرسمي في الكويت ويساهم في دعمها. وبالتالي نحن أمام قاعدة، وأصبحت الكويت قاعدة لانطلاق العمل الإنساني العالمي، وأصبحت راية من رايات هذا العمل بما قدمت وما تزال إن شاء الله وستقدم وتستمر على مثل هذا النهج الذي رسخه فقيد الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. والحديث طويل وذو شجون، ولا يستطيع الإنسان أن يختصر مسيرة 70 سنة في كلمات قليلة، إلا أن هذا لا يعني ألا نتحدث ونترك هذه المواضيع تمر بدون أن نذكر شيء من هذه المآثر التي كان يتمتع بها فقيدنا الراحل. نسأل الله عز وجل له المغفرة والرحمة. وصلنا مشاهدنا الكريم وإياكم لنهاية هذه الحلقة، على الخير والمحبة، نلتقيكم ومع السلامة.